يومي هكذا أكثر، كل يوم يتسد أكثر أكثر. هذه إنه الواحد بيجلس ساعة ثلاث ما بيعبش تبقى أبو عشرة لك. إحنا الآن بنحاول نركز على السنترات الرئيسية وعلى المحطات الرئيسية التي ستشغل الخدمة الأقصى حد، علما بأن شركات الهاتف الجوال أو الهاتف الخلوي بدأت تعاني، وفي هناك محطات توقفت، وهذا تسبب في تأثر الخدمة بنسبة 30% على مستوى الجمهورية.